من الحكمة إننا نتعلم من أخطائنا ونستفيد من تجارب الآخرين. والحكيم قال اللي يرفض النصيحة النهاردة لأنها بدون ثمن بكرة يشتري الأسف بأعلى سعر. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: عماد أديب أحلم برئيس مصري ووطني ومحب لكل المصريين. محتاجة رئيس الشعب يختاره وهو يختار ان هو يكون رئيس لكل المصريين. احمد فلوكس: وقوفي امام الزعيم عادل امام منحني ثقه كبيره. انا سعيد ان انا اشتركت معاه في المسلسل ده واللي انا خرجت من مدرسته وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه السنه الجايه ان شاء الله. هنروح لاستعراض سريع لهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بموقع الوفد وخبر للفنان عمرو مصطفى وتصريح بيقول فيه: اطالب اعدام وحيد حامد. طالب الملحن عمرو مصطفى باعدام صناع فيلم البريء اللي كتبه المؤلف وحيد حامد وقام ببطولته الراحل احمد زكي. قال ان المشهد المسرب من الفيلم اللي بيقتل فيه عسكري امن مركزي قائده في المعسكر بيتكرر دلوقتي في الواقع. اكد كمان عمرو مصطفى ان السينما والافلام سبب فساد مصر وطالب باعدام صناع النوعيه دي من الافلام اللي وصفها بالخبيثه علشان يكونوا عبره لغيرهم، وده طبعا على حد تعبيره. ده كان رأي الملحن عمرو مصطفى ويتحمل مسؤوليته كاملا. لكن طبعا من الواضح ان في تجني على صناع فيلم البريء اللي كان هدفهم توصيل رساله للجالسين على كراسي السلطه. السيناريست وحيد حامد هو اللي كتب فيلم طيور الظلام اللي حذر فيه من خطر الإخوان، والفنان أحمد زكي بطل فيلم السادات وفيلم ضد الحكومة. يعني الناس دي اهتمت بتقديم أعمال جيدة ومحترمة على مستوى الفكرة وعلى مستوى كمان الطرح. ياريت الاختلاف في وجهات النظر ما يخليناش نشوف الأشياء بعين واحدة ونصدر أحكام خاطئة. هنروح لجريدة الوطن ومعانا استطلاع للرأي منشور تحت عنوان الفنانون يختلفون حول قرار ترشح حمدين صباحي للرئاسة. في الموضوع اتكلم الفنان عمرو واكد وقال انه شايف ترشح حمدين شيء ايجابي جدا، وقال انه صوته هيروح للشخص صاحب البرنامج الانتخابي الافضل ومش هيكون بدافع حبه لشخص معين. قال كمان ان ترشحه اضاف للدولة المدنية اللي ظلمها الاخوان. وعلى العكس تماما اعترض الموسيقار حلمي بكر وقال ان المفترض اننا في مرحلة جديدة وما فيش فيها مكان للوشوش اللي بتتغير. اكد كمان انه بيحترم المشير عبد الفتاح السيسي جدا وبيقدره كشخص عسكري. اما الفنان علي الحجار فكان متحفظ جدا في رأيه وقال ان الانتخابات الرئاسية لازم تمر بمنافسة شريفة علشان امريكا ما تلعبش على نغمة ان اللي حصل في مصر انقلاب عسكري ومش ثورة حقيقية. من الموقع السينما معانا خبر منشور تحت عنوان درة وسمير صبري في احتفالية سلام من مصر. انطلقت مؤخرا فعاليات الحفل الثالث من مهرجان سلام من مصر، وأقيم المهرجان في القلعة تحت رعاية سفارة الصين ووزارة السياحة المصرية. شارك في الاحتفالية حوالي 300 شخصية فنية وسياسية، منهم الدكتور صابر عرب وهشام زعزوع وزير السياحة. ومن الفنانين حضرت الفنانة درة وسامح السريتي وآخرين. وبيشرف على المهرجان الدكتورة سهير عبد القادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي، وللحقيقة بذلت مجهود كبير جدا لتقديم حفل مختلف. كاميرا بالألوان الطبيعية التقت هناك بالفنانة درة والفنان سمير صبري. تعالوا مع بعض نشوف هيقولنا إيه على مشاركتهم.
والله جاي اقول كل سنه والصين طيبه طبعا. والصين وكل البلاد، يعني احنا يعني يهمنا ان علاقه مصر وعلاقه الوطن العربي بكل البلاد في العالم تكون علاقه طيبه، خصوصا البلدان العظيمه اللي زي الصين، يعني بلد كبير جدا ومهم جدا دلوقتي. عايزين يبقى في تبادل يعني ثقافات، ويبقى في سياحه، يبقى في سياح ييجوا ويحسوا بامان في مصر. عايزين نقول ان مصر جميله وبخير وفيها امان، ونسعى انه يكون في امان اكتر كمان، ونرفض كل اشكال العنف. عايزين نوصل رساله سلام ورساله حب طبعا. مرسي، وانا بقول للجمهور يعني استنوني في مسلسل صديق العمر في رمضان، اتمنى المسلسل يعجبكم طبعا، مع جمال سليمان وباسم السمرة والمخرج عثمان ابو لبن. اتمنى انه انا بعمل شخصيه برلانتي عبد الحميد، خلاص الناس كلها عرفت. يعني اتمنى ان انا ادي شخصيه بشكل جيد، وان انتم هتعرفوا عنها حاجات غير الفكره اللي موجوده، يعني هتعرفوا عن برلانتي عبد الحميد في حياتها الشخصيه اكتر من اللي بتعرفوا عنها كفنانه. يعني جاي أقول للعالم كله أن مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر الحاضر، مصر المستقبل، في انتظار سواح العالم يجوا عشان يشوفوا إحنا حريصين على استمرارية دور مصر الريادي سواء في المنطقة العربية أو في العالم كله كمهد للحضارة 7000 سنة، وإن بلدنا إن شاء الله بيحرسها الشعب وجيشها القوي والشرطة القوية. وأهلا وسهلا بيكو، احنا مش بنستجدي حضور سواح لان بلدنا مش محتاجة للاستجداء، دعوة سلام ودعوة حب الى كل العالم. مصر مستنياكو. Egypt is waiting for you to come and see us. أنا حالياً بشترك في مسلسل اسمه المرافعة، تأليف تامر عبد المنعم وإخراج عمر الشيخ، ومعايا كوكبة كبيرة من النجوم: سميحة أيوب، فاروق الفيشاوي، كريمة مختار، ياسر بخور، دينا، شيرين رضا، وإن شاء الله يعجب الناس ويشوفوه في رمضان القادم إن شاء الله. هي قلب الدنيا كلها، مش قلب الأمة العربية فقط. مصر بلد الأمن والأمان. احنا شايفين واقفين في مكان ساحر جدا جدا جدا، اعتقد يندر وجوده في اي حتة. احب اقول للناس كلها اهلا بيكم في مصر، مش العالم العربي فقط ولكن للدنيا كلها اهلا وسهلا بيكم، تعالوا تشرفونا وتنعموا بخير مصر وبجمال مصر وبجو مصر الجميل. انا بعمل مسلسل دلوقتي مع اسمه جداول، بطولة السيدة سهير رمزي والاستاذ محمود قبيل واخراج الاستاذ عادل العاصي.